على مجلس الوزراء ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود كافة والإجراءات وقراء المقاييس في الوزارات كافة والجهات الغير مرتبطة بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 المعدل بقرار رقم 337 لسنة 2019، وتلتزم وزارة المالية بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجين مبلغ تريليون. أطلب من المجلس التصويت على هذا الجدول بالمجمل. تصويت. أيضا سادة النواب، أيضا في هذه الفقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية 300 مليار في نفس الفقرة في الجدول ألف. تصويت. تصويت. نعم تمت الموافقة.